طفلة عمرها 9 سنين يتم تكريمها لحفظها القرآن كاملا في الدورة 53 لحفظ القرآن. انت كتونسية كي تسمع خبر كيما هكا شنو يجيك احساس؟ احساس بيه على الاخر ما شاء الله، وديما نقولوا بالحق ان شاء الله ربي يكثر منهم هذوما العبيد هذوما اللي هما بالحق، خاطر توا ناقصين برشا في الدين والاسلام. دونك نحنا نحبوا صغارنا يتعلموا الحاجات هذوما سي بيان ما شاء الله، ومحليها الطفله على الاخر، وان شاء الله ربي يبارك لها، ان شاء الله يعنتها تكون قدوه للصغيرات وان شاء الله ربي ينجحهم في قرايتهم يسرتو ان شاء الله بالحق. حاجه هذه تفرح على الاخر على الاخر، واحنا نحبوا يعنتها يسختوا الحاجات هذوما، يعنتها حافظه 60 حزب هكا ولا انت قلت. دونك بالحق ما شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لها مع التجويد وكل شيء تبارك الله تبارك الله. اي ونحب انا حاجه باش نقولها للاولياء ولي بارون تاع بالحق يسختوا في تونس، اللي هما لازم يقربوهم برشا من الدين، خاطر بعاد برشا وينحيوا شويه. قلت لي عمرها 9 سنين اي فوالا، دونك نحيوا شويه من التليفونات ومن التكنولوجيا والكل. دونك قرايه وقرين حاجه بالحق ما فهمش منها جمله، يعني حاجه بالحق مزينه على الاخر، وان شاء الله وان شاء الله نشوفوا حاجات برشا. تشوفها تلقاها كعبوره قد هكا تخزن محليه. انا الحقيقه سمعت الاخبار فرحت برشا. اكيد اكيد شنو ان شاء الله ربي يتوب علينا توبه نصوحه، هذه نقولها للناس الكل ان شاء الله ربي يتوب علينا توبه نصوحه، وان شاء الله صغيراتنا الكل واحنا والكل الكل. لكن اللي يحس في نفسك اليوم انه ترى انه طفله تبارك الله عليها عمرها 9 سنين ما حافظه القران كاملا، في حين عبيد كبار 20 و30 و40 سنه تلقاه ما يعرفش حتى يقرا معناتها سوره الفاتحه. الفاتحه فوالا، هذا هو اللي انا نقول بالحق ان شاء الله ربي يتوب علينا التوبه نصوحه، ان شاء الله ربي الناس الكل يهدينا وما ينساش نقراوا القران هكا توا في عويش في الكل، نخليه حتى ساعه ما فيها حتى شيء ساعة نقرأ قرآن، نحفظوا صغارنا، نعلموا صغارنا على الدين بالحق الحقاني، وكهو إن شاء الله ربي يهدينا. يقول قايل لنا شنو يفرق تربية الوالدين اللي رباوا الطفلة هذه على تربية والدين آخرين؟ يفرق يفرق, يفرق 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 اللي هو حتى كان أنت ماكش متداين ولا بو ماهوش متداين، ميساج وريه وهو صغير كما احنا وراونا عائلتنا وكل، شو وراه يعني طيب يوريه القرآن، يقريه، حفظه، يعلمه، خاطر خاطر مش كما قبل مش كما توا، اللي هو راهو الدين ما يفرقش كيف كيف، كما توا كما قبل كما اللي باش يجي. دونك اللي هو يجيبه يوريه القرآن، يقريه، حفظه، بعده شويه يسختوه على التليفون، بعد ما يكمل قرايته يوريه ساعه من زمان يعلمه، منها انت ومنها صغيرك، ويولي هو حاجه هذيك تتطور في لي بارون، خاطر توا يعني البو والام بالحق ماهمش قاعدين ينضجوا في الحاجه هذيا، وريهم كان في القرايه والحاجات الاخرين، نحي له تليفون بعد ما يكمل قرايته، جيب الامتحان وباهي والكل، جي علمه قول له راهو القرين باهي، راهو حاجه باهي والكل، وريه قرين ويبدا يحفظ معاه هو باهي وبالصغير، وتولي هكاك والكل من 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 عبد لعبد، يولي بالحق حاجه باهي على الاخر. يا اخي اش خير وتونسي معروف يعاند معناها تونسي عاند معناها كي راه حاجه باهي يقرا ولي هو يمشي للمكتب يقول له راني حفظ القرآن، يمشي للصغير الاخر، الصغير يقول له لي بارون كي يمشي مثلا معاه مع صغيره يقول له صغير يحفظ القرآن، ما يصيرش عالم انت صغيرك والكل، ويبداو هكاك فهمت. باهي اليوم قاعدين نلاحظوا التليفونات والانترنت بصفه عامه عامله تهميش لعقول الصغار. نقولها اللي هو راهو برشا 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 اولويه، لازمكم تشوفوا صغاركم، لازمكم تشوفوا في شنو قاعدين يعملوا، في شنو قاعدين يتفرجوا، وتبعدوا عليهم التليفون الماكس، بعد بعد بعد، خليه يقرا الطب، خليه يقرا قرين، مش خير من الاسلام، مش خير من ديننا، خليه يتعلم حاجه هذيك ويبعدوا بالحق على التليفون. ياسر راهو بالحق صغار من 3 سنين وانت ماشي بون، مش من عامين، من عامين وانت ماشي، هو ياسر حاجات خايبه على الاخر، ماهمش قاعدين لي بارون يشوفوا في صغار. حاجه اخرى كونه برشا صغار توا معناتها وليت ظاهره كيني كي يسمع صوت القران يولي يبكي ويخاف. فوالا خاطر هو ما يعرفش شنو يعني تفهمت، هو كي يسمع لذين وكي يسمع لذين نورمالمون يعني ابوه ولا امه ولا اللي معاه يقول له يعني شنو الحاجه هذيك، بشويه بشويه يروح حل كتاب القران ويوريه بالصوره بالكلمه بالحرف بالكل، هو يتعود فهمت، ملي عمره عامين ومشي يبدا سيبا. على ربي يتوب علينا توبه نصوحه، ويسختوا يسختوا يسختوا لولي يعسوا على صغارهم وما فيها بس كي يوريهم يركزوا على المحتوى صحيح.
خاصة وأنه برشا صغار توا منطقتين يعني من معناتها تأخر في التفكير في الإدراك حتى الذكاء نتاعهم ينقص. الذكاء نتاعهم ينقص بالحق خاطر راني قلت لك ما همش قاعدين قراية شارع يسخطوا الشارع وتليفون هذوما ثلاثة راهو يأثر على الصغير هكا هو أنا من نجم نقول حد شيء اللي هو اللي بارون تاع الصغار يوريهم الدنيا كيفاش بشوية بشوية وينحي لهم التليفونات وينحي لهم حاجات الكل اليوم كيما البنوتة الصغيرة هذه اللي عمرها 9 سنين ما عنديش فكرة شنو هي اسمها الحق حاولت نعرف اسمها اللي ما عرفش نوجه لها تحية مش مشكل ميرسي بوكو يعطيها الصحة إن شاء الله ربي يا ربي يوليو الصغار الكل كيفا وكا نجم نقول حاجة أخرى كيما برشا صغار يوليو كيفا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسخطوا ونحن فخورين هكا ولا أكيد أعز حاجة هذه تسمحها أعز حاجة تسمحها كونك صغير 9 سنين حظ 60 حزب حاجة ما نجمش نعرفش حاجة من وراء الحياة مازال خير في الدنيا أكيد مازال خير في الدنيا أكيد توينسر أنا بارك الله فيك.